50% بالنسبة لي كينجح المهرجان بالإعلام. كان واحد السيد كان غيهضر معنا هو السي محمد الجابري تعطى، وهاد السنة هادي هو خايب رئيس مهرجان. طبعا هو بطل عالمي في الرماية وما جاش يبلغ لكم السلام كامل بهم، واعتذر لان الظروف ما تعدلتش باش يكون معنا. وكما سي هشام شد لي اكثر واحد نقطه مهمه وهو البراد القطري. طبعا كنشوف البراد هذاك البراد ما تنساش فيهم اخي هشام، رد 150 مغربي من المملكه المغربيه من الصناع التقليديين والحرفيين السلعة ديالهم كل شيء، مشاو لدولة قطر على الحمد ديال دولة قطر بالورقة الطائرة، مشيو وعشرين يوم في الأوتيل من أضخم الأوتيلات اللي كاين، وأنا لاحظت داك الشيء تما حتى الناس قالت لهم بعد السلعة وجاو القطريين قالوا لهم شريو من عندهم كل شيء ما تخليو عندهم حتى شي حاجة باش المغاربة يرجعوا المغرب يرجعوا بايعين. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كرم أهل قطر، وحتى احنا الكرم ديالنا سبقوم. يعني هذا البراد له دور، ولاحظت واحد الملاحظة هو ملي كيجيو هنا كنلاحظ دولة قطر جميع الجرائد القطرية كتكلم على مدينة عائش جميعهم، العرب، الريال، الشرق الشرق. يعني انا لاحظت كيسالوا لي الاخوان تما الجرائد كنشوف مدينة العرائش في جل دولة قطر كتبان، وهذا شرف لمدينة العرائش اللي هي موجودة في دولة قطر وكيعرفوها. وحنا ما كرهناش دول اخرى تكون مدينة العرائش، حنا كنحاولوا دائما نجيبوا الجديد للمدينة كيف قال وقت الاعلامي، كنتمنى تكون دوليه مهرجان دولي، وهو ماشي ان شاء الله غادي يكون دولي. وطبعا انا السن ديالي كنحلل هاد الشباب هادي اللي غيكونوا مورايا ان شاء الله هما اللي غادي يكملوا هذا المهرجان هذا.